يقول السائل: المرأة التي بلغت سن اليأس من الحيض، هل يجوز لها أن تكشف وجهها؟ لا ما تكشف وجهها، ولكن تتخفف من الثياب، ما تلبس مثل الشابة، فتتخفف من الثياب مع ستر وجهها وجسمها، ما تكون سافرة، لا يجوز، لكنها تكون أخف من غير الآيسة في ملابس، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن.